ايه رايكم لو نتعرف على تفاصيل النهارده اسدال الستار على مساله احكام مذبحه المصري البورسعيدي او الاستاد بورسعيد اللي راح ضحيتها 74 من جمهور النادي الاهلي. والحقيقه الكلام ده كان من 5 سنوات، احنا عايشين اليومين دول في هذه الذكرى لانها حصلت فعلا في فبراير 2012، وحصل النهارده طبعا شكل نهائي من اشكال الاحكام القضائيه المصريه اللي قضت باعدام 10 وعاقبت 41 اخرين باحكام مختلفه، من بينهم مدير الامن وقيادات اخرى من الامن. طبعا بالنسبه لتنفيذ احكام الاعدام بيبقى له شروط معينه، احنا في انتظار تصديق من رئيس الجمهوريه وبعد كده تحديد الموعد بمعرفه النائب العام ورئيس مصلحة السجون. وللمزيد من التفاصيل معايا الأستاذ الوليد إسماعيل المحرر القضائي بجريدة الوطن. بمسي عليك، مساء الخير يا أستاذ وليد. مساء الخير يا أستاذ معتز، شكرا على المشاركة يا أستاذ وليد. أفتحت عمرك. طيب سؤال يعني إيه بسيط جدا، هل ده الفصل الأخير فيما يتعلق بالأحكام القضائية بالنسبة لما عرف إعلاميا بأنه مذبحة بورسعيد؟ بالتأكيد هو بعد 5 سنوات من التحقيقات والمحاكمات في درجات التقاضي المختلفة وضعت محكمة النقض اليوم المشهد الأخير في القضية المتعلقة بضحايا مذبحة استاد بورسعيد. زي ما حضرتك والساده المشاهدين عارفين، الاحداث وقعت في الاول من فبراير لعام 2012. أيوة. منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم كانت هذه القضيه مسار العديد من المسارات القانونيه، بدات بالتحقيق في النيابه العامه، حالتها الى محكمه الجنايات. محكمه الجنايات اصدرت حكما للمرة الأولى في هذه القضية بإعدام وسجن عدد كبير من المتهمين. المتهمون طعنوا على هذا الحكم أمام محكمة النقض للمرة الأولى. محكمة النقض قبلت هذا الطعن في المرة الأولى وأعادت محكمة المتهمين أمام دائرة جنايات أخرى بمحكمة جنايات بورسعيد. في يونيو من عام 2015 محكمة جنايات بورسعيد للمرة الثانية أدانت المتهمين في هذه القضية وقضت بإعدام 11 متهما منهم. المتهمون للمرة الثانية أيضا توجهوا إلى محكمة النقض بوصفها هي المحكمة العليا في قضاء الجنايات المصري. طعن المتهمون على الحكم. استمعت المحكمة على مدار عدة جلسات إلى مرافعات دفاع المتهمين وحددت جلسة اليوم 20 فبراير لعام 2017 للحكم في الطعن الثاني والأخير فيما يتعلق بهذه القضية، وقضت في 11 من صباح اليوم برفض كافة الطعون وأيدت أحكام الإعدام والسجن الخاصة بجميع المتهمين، ولم تخفف أي حكم سواء بالإعدام أو السجن فيما يتعلق بالمتهمين. يعني نقدر نقول، يعني نقدر نقول دلوقتي إن ده خلاص الفصل الأخير في هذه القضية اللي شغلت الرأي العام المصري على مدار 5 سنوات متكاملة، وربما هي يعني الأسوأ في عدد الضحايا في تاريخ الكرة المصرية وربما في العالم، يعني معرفش. المهم عندنا دلوقتي 10 إعدام وأحكام قضائية مختلفة ضد 41، ممكن نفندهم مع بعض أستاذ وليد بعد إذنك؟ شوف، هو الحكم الصادر اليوم من محكمة الجنايات بالتأكيد هو حكم نهائي وبات وواجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه أمام أي محكمة أخرى. في هذه القضية لدينا 10 حالات إعدام أحكام نهائية واجبة النفاذ، لم يعد هناك سبيل من إجراء قضائي فيما يتعلق بهم، انتهى الأمر. القضية الآن خطواتها القادمة فيما يتعلق بأحكام الإعدام هي أن تقوم النيابة العامة بإرسال الصيغة التنفيذية لهذا الحكم إلى وزارة العدل كما يقتضي قانون الإجراءات الجنائية، ووزارة العدل تخاطب رئاسة الجمهورية للتصديق على هذا الحكم شأن كل ما هو متبع في حالات الإعدام بالنسبة لقانون الإجراءات المصري. فيما يتعلق بباقي الأحكام هناك نقطة فقط ربما تحدث بعض الالتباس عند الناس.
حينما أصدرت محكمة الجنايات في يونيو 2015 الحكم في هذه القضية كان هناك 11 متهما صدر ضدهم حكم بالإعدام. اليوم محكمة النقض أيدت إعدام 10 فقط. إذن هناك حالة وحيدة ليست موجودة. تفسير هذه الحالة هو أن المتهم 11 الذي عوقب بالإعدام من محكمة الجنايات في 2015 كان حكمه غيابيا، وبالتالي حينما يصدر الحكم الغيابي بحق أحد المتهمين ويتم القبض عليه فإنه أمامه درجة تقاضي اسمها إعادة الإجراءات، وبالتالي هذا المتهم 11 اللي كان من ضمن المحكوم عليهم بالإعدام ذهب إلى درجة تقاضي أخرى وهي إعادة الإجراءات أمام محكمة الجنايات، وبالتالي لم يتضمنه حكم النقض اليوم فيما يتعلق بأحكام الإعدام. وهذا يفسر الرقم 10 والرقم 11 بالنسبة لحالات الإعدام التي وقعت فيها يعني التضاد فيما بين وسائل الإعلام المصرية المختلفة اليوم. هذا تفسير هذا الأمر، هو بالفعل كان هناك 11 حالة إعدام، اليوم النقض عيادة إعدام 10 فقط لأن الحالة 11 كان حكمها غيابي. كان حكم غيابي. طيب ممكن بعد إذنك إجراءات. ممكن أستاذ وليد إسماعيل تخليك معايا بعد إذنك لأنه يعني ربما يبقى في سؤال بيطرح في الإعلام أو في المجتمع المصري، هل هذه الأحكام ترضي يعني ذوي هؤلاء الضحايا؟ معايا دلوقتي السيدة جميلة محمد وهي والدة أنس، وأنس احنا كلنا طبعا عارفينه هو ضحية من ضحايا استاد بورسعيد، ويعني جميلة الحقيقة يعني منذ وفاة ابنها لغاية هذه اللحظة لم تتوانى للحظة واحدة عن متابعة التحقيقات ومتابعة القضية وحضور يمكن غالبية الجلسات اللي اتعملت في المحكمة والظهور المتكرر في الإعلام علشان تنادي مرارا وتكرارا بالقصاص لهؤلاء الشباب الضحايا. يا ترى بعد ما يعني أسدلت محكمة النقض النهاردة الستار على القضية يعني بتشعر بإيه؟ سؤالي ليك يا مدام جميلة. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا استاذ معتز. اهلا بحضرتك. كنت موجوده في الجلسه النهارده؟ طبعا اكيد. طيب يعني انا قلت المقدمه بتاعتي، عايز اجابه من حضرتك، شعورك ايه النهارده؟ والله احنا كان عندنا يأس شديد ان احنا نشوف احكام ترضينا او ان احنا نحس ان هي عادله لينا او ان هي تبرد نارنا. بس الحمد لله النهارده فعلا كانت فرحه غير منتظره او غير متوقعه. يعني اول مره احس فعلا ان ربنا كبير وحسيت فعلا ان القضاء العادل مش ممكن هيتهاون ان هو يبقى ضدنا، لانه في دلائل كثيره عليهم وان هم فعلا اولادنا راحوا غدر، يعني ما كانش في نيتهم اي حاجه لما راحوا يتفرجوا على ماتش ورجعوا في شنط سودا. يعني طبعا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بالرغم ان هم خلاص ثم عند ربنا واحنا راضيين بقضاء ربنا الحمد لله ونعم بالله، وكان املنا ان احنا فعلا نحس ان في عدل وفي قضاء وفي وكلنا ما تهوناش وكلنا ما رضيناش ببيع الدم اللي كان بيسعى من ورانا ومن قدامنا وشراء الناس اللي بتجري ورانا ان احنا ناخد تصالح او ان احنا نقبل دية او ان احنا نقبل اي مبالغ او اي حاجة في الدنيا. كلنا رفضنا ان احنا نشوف حق اولادنا واحنا عايشين ونحس ان احنا طبعًا مرتاحين عشان نقدر نكمل باقي ايامنا. احنا ايامنا كلها او حياتنا كلها مش حاسين بيها، احنا حياتنا كلها وقفت بلحظه واحده يوم ما شفنا اولادنا في كياس السودا وحسينا ان حياتنا كلها ضاعت. يعني احنا عمرنا ما حسينا ان في حياه بعديهم. بس صحيح ان شاء الله هتبقى الدنيا حلوه ويمكن ربنا يبرد نارنا شويه والحمد لله رب العالمين. طيب يعني يمكن من نعمة ربنا علينا انه بيحقق مبدأ القصاص، علشان زي ما حضرتك قلتي يعني كلمة عجبتني من شوية انه بيبرد نار اهل الضحية. حضرتك يعني مفيش شك ان في فصل جديد ومرحلة جديدة في حياتك بدأت النهاردة. انا اسف على السؤال يعني مدام جميلة، بس يعني هتفتكري انس ازاي من الان فصاعدا؟ والله هو ما بيغيبش عن بالي ودايما بشوفه بيضحك او حاسه بيه بيضحك او حاسه بوشه منور، لكن الحمد لله انا حاسه ان هو ممكن
يبقى راضي في جنته وراضي في دنيته وفي راضي في العيال الحياة اللي هو عايشها، وإن شاء الله ربنا يجمعنا بيهم قريب إن شاء الله يا رب. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله راضيين الحمد لله. في حد تواصل مع حضرتك النهاردة من مجتمع كرة القدم، من المشجعين، من زمايل أنس؟ طبعا طبعا، مش سايبني، مش قادره اقول لك قد ايه تليفونات وقد ايه رسائل وقد ايه عايزين يكونوا في البيت، مش قادره اقول لك قد ايه فعلا والله. ربنا يبارك فيهم. يعني الشعور بتاع حضرتك بالرضا بعد صدور الاحكام ده، حضرتك لمساه كمان في نقول المحيطين بيكي واهالي الضحايا؟ طبعا الحمد لله، كلنا راضيين وعايزين الدنيا تمشي بقى، مش عايزين اي وجع قلب ومش عايزين اي دم تاني. يا رب. لا احنا راضيين الحمد لله. يا مش رب. عايزين اي حد يحصل له زي اللي حصل لنا، مش عايزين اي حد يشوف اللي شفناه. يا رب يعني ان المستقبل يبقى افضل، ويا رب ان انس يبقى مرتاح كمان في دار الحق ويبقى في مثواه الجنه باذن الله. يا مدام جميله، وكلنا رايحين في هذا المكان. الحمد لله رب العالمين. انا بشكر حضرتك جدا على المداخله، وان شاء الله نطمن على حضرتك. دي كانت السيده جميله محمد، والده الشاب انس، اللي يعني راح ضحيه للعنف واحداث مذبحه بورسعيد في 2012، واللي اسدلت محكمه النقد الستار تماما على احكامها النهارده 20 فبراير 2017. أرجع للأستاذ وليد إسماعيل مرة تانية، المحرر القضائي بجريدة الوطن. يا ترى يعني تعالى ندخل كده في مشهد المحاكمة، أبرز اللي اتقال إيه من الدفاع النهاردة بعد صدور الأحكام؟ شوف، هو اليوم يعني بشكل كبير غاب أغلب دفاع المتهمين. تواصلت مع بعضهم عبر الهاتف. يعني وفقا للقانون هم مستسلمون تماما، القضية انتهت، أو كما قال لي أحدهم حكم اليوم غل أيدينا تماما عن التعامل القضائي مع هذه القضية. محكمة النقد هي المحكمة العليا في مصر في قضاء الجنايات، وبالتالي لم يعد هناك أي سبيل قانوني للتعامل مع هذه القضية. لكن على ذكر والدة أنس رحمه الله، اليوم منذ الصباح الباكر تواجد عدد كبير من أهالي الضحايا وأمهاتهم على وجه التحديد. حالة من الترقب الكبير كانت على وجوههم قبل، خاصة في الدقائق التي سبقت صعود المحكمة إلى منصتها لإصدار الحكم، وما أن تلا القاضي حكمه وسمع الأهالي والأمهات قولة القاضي بتأييد حكم الإعدام، انفجرت دار القضاء العالي بفرحة عارمة وهتافات بأسماء الضحايا على لسان أمهاتهم، ورفعوا صورهم لأول مرة منذ يعني سنوات بعيدة. أرى هذا المشهد في دار القضاء العالي، وهو مبنى له تاريخ في وجدان القضاء المصري، كانت ما يشبه المسيرة من الأهالي في أروقة دار القضاء العالي، وحتى الخروج خارج المحكمة نهائيا تنادي بأسماء الشهداء. وكانت لحظات مؤثرة جدا للأمهات حين كانوا ينادون بأسماء أبنائهن ويطالبونهم بانتظارهم في الجنة بعد هذه السنوات، ويشهدون الحضور أو المترددين على دار القضاء العالي بأنهم قد بقيوا خلف حقهم حتى وصلوا إلى القصاص وإلى إعدام المسلمين. يعني خليني أقول لك أنه الهتاف الأشهر النهاردة كان يا شهيد ناموا ارتاح، إحنا كملنا الكفاح. يعني ربما كانت هي العبارة الخاتمة ل وهو الشعور بتحقيق القصاص كان واضح جدا الحقيقة في مداخلة مدام جميلة والدة أنس رحمة الله عليه. بسرعة جدا، معلش عندي أستاذ وليد، أنت لو لسه معايا، يا ترى من ضمن الحاجات اللي لفتت نظري ان هناك يعني ضابط شرطة كبير يعني حكم عليه بالسجن، وهو مدير امن بورسعيد في هذا الوقت، وبعض القيادات.
نعم، اللواء عصام سمك هو كان احد المتهمين في هذه القضيه، وصدر ضده حكم من محكمه الجنايات بالسجن 5 سنوات، وهو طعن على هذا الحكم. ومحكمه النقب فيما يتعلق بطعن اللواء عصام سمك او باقي المتهمين من افراد الشرطه الذين ادينوا في هذه القضيه لم يقبل طعنهم جميعا. بعضهم كان قرار المحكمه بالنسبه له عدم جواز، عدم جواز في القانون، يعني المحكمه لم تنظر له اصلا واعتبرت الحكم الصادر من الجنايات امرا واقعا. الجزء الباقي من المتهمين قضت المحكمه برفض طعونهم، وبالتالي نحن يعني لم نتحرك اي خطوه عن حكم الجنايات الصادر في 2015 الخاص بالمتهمين الذين تم اعدامهم او باقي المتهمين وعددهم 41 من بينهم حتى العاملين في نادي المصري، من بينهم محسن شتا المدير التنفيذي للنادي المصري وعدد من القيادات الامنيه او المسؤولين الامنيين عن تامين الملعب. شكرا شكرا استاذ وليد اسماعيل على كل هذه الايضاحات وكل هذه المعلومات، وطبعا دايما مش غريب عليك ان انت يعني متمكن من ملفك ده. كان الصحفي استاذ وليد اسماعيل المحرر القضائي بجريده الوطن. احنا عايزين نعرف برضو يعني طالما في فصل اتقفل وهنبدا صفحه جديده او هكذا نتمنى جميعا، طبعا عايزين نشوف المستقبل فيه ايه. تعالوا نقرا شويه في المستقبل مع البرلماني المخضرم والشخصية السياسية البورسعيدية الشهيرة الأستاذ البدري فرغلي. وبقول لحضرتك مساء الخير أستاذ بدري، شكرا لوجودك معانا طبعا على الهواء النهاردة. ومتهيأ لي أن احنا كلنا محتاجين تعالى نسميها نزع فتيل الأزمة اللي كانت حصلت ما بين نقول إيه يعني الدولة من ناحية وجماهير الكرة في بورسعيد بعد هذا الحادث المؤسف من ناحية تانية. حضرتك تحب توجه النهاردة يعني رسالة باعتبارك رجل سياسي يعني متبحر في السياسة للدولة، ايه المطلوب من الدولة دلوقتي عشان نرجع نلم الشمل؟ هو بالفعل بالفعل انتهت كافة درجات التقاضي، لم يعد امامنا سوى الدستور. الدستور حق رئيس الجمهورية في قبول التظلم، لم يعد إلا تظلم، فقط يقدم للرئيس أن يقبل التظلم ويخفض العقوبة إلى العقوبة الأدنى أو لا يقبل التظلم وينفذ الحكم. لم يعد أمامنا سوى هذا الامر، ان رئيس الجمهورية يخفض عقوبة الاعدام الى العقوبة التالية. اما انا مع الناس اللي هي طبعا حز عليها ابنائها واللي فقدوا ابنائها ومع مشاعرهم الاموية اللي موجودة، وده حقهم، لكن على الجانب الاخر لا مستقبل، ولا احد يحدثنا عن المستقبل، نحن الان في الحاضر. طبعا سيادتك عارف ان احنا فقدنا 53 شهيد في يومين، وحتى لم يعترف بنا احد ولم يسال عننا احد. 53 من ابناء بورسعيد لم يذكرهم احد بكلمه واحده، ولهم اباء ولهم امهات، وكانوا بيقتلوا في بورسعيد بيدافعوا عن الوطن كله، لكن لم يسأل عنهم احد. فلا امل لنا سوى رئيس الجمهوريه ان يقبل التظلم. طب استاذ بدري، استاذ بدري خليني اقول لك حاجه بعد اذنك. يعني احنا النهارده تعالى نقول ان احنا في اطار بقى ايه التهدئه، يعني كل اللهجه بتاعت التصعيد دي احنا خلصنا منها في الخمس سنوات اللي فاتت، وعانينا الامرين منها، ان احنا نشوف يعني ان في صدع او خلاف او فجوه ما بين يعني حكومتنا او ما بين اهالينا وما بين اهالي الضحايا بتوع المذبحه وما بين اهلنا في بورسعيد، لان احنا كلنا اهل. فبالنسبه للرقم اللي حضرتك قلته لي، يعني هي مصر بتدفع ثمن كبير في كل المحافظات،
في ناس كتير استشهدوا وفي ناس كتير قدموا ارواحهم فداء لهذا الوطن. تعالى نتبنى لهجة جديدة النهاردة بمناسبة صدور هذه الاحكام النهائية. النهاردة 20 فبراير 2017، تعالى نقفز الى الامام. ايه رأيك؟ انا مع كلامك، انا بؤيد كلامك، ولكن هو لا تعقيب على احكام القضاء، لا ذما ولا مدحا. تمام. انت حسب الدرجات، اذا نظرت الى المستقبل، المستقبل في يد الرئيس. تمام. ان يتم اعدام العشرة ده، هل ده هيحل الازمة؟ ده هيخلينا ننظر الى المستقبل؟ ما هو انت لو بتتبنى يعني عايز اقول وجهه نظر مختلفه. انا كنت لسه اسالك رسالتك ايه لاهل بورسعيد بعد الحكم. انا بقول لابناء بورسعيد، انتم صنعتوا تاريخ لكن مش ليكم. اقول لكم كده، مش ليكم. انا بقول لسيادتك مش ليكم، مش ليكم. امال لمين يعني؟ لمين؟ طبعا مش لينا. انا بقول لسيادتك اهو، كل احنا بقالنا 60 سنة واحنا في معاناة يومية يا استاذ معتز. ده احنا طفحنا الدم في بورسعيد. ده انا بقول لك 60 سنة ما شفتش يوم كويس. احنا دفعنا الثمن وهندفعه. انا هقول لسيادتك حاجة عشان ما حدش يزعل، انا راجل بتاع مستقبل وانا راجل مستنير ومانيش متخلف، وبقول لسيادتك الواقع ده. بورسعيد احد محافظاتكم، واعدام العشرة اذا كان اعدام العشرة هيخلي المستقبل مشرق ويخلي الشمس تطلع ونعيش كويس. ادوهم، احنا اصلا اعدامنا اعدام دائم ومستمر. انا بقول لسيادتك هل العشرة ليه بنخلط يا استاذ بدري فرغلي؟ ليه بنخلط الاوراق مع بعض؟ احنا امام قضية محددة، ما تقعدش تقول لي 60 سنة وكده. خلينا نكون يعني ندي رسالة، رسالة للرأي العام. اصله ما ينفعش النهاردة، يعني ما ينفعش النهاردة يبقى فيه استمرار للهجة الاحتقان والتصعيد، لان ده يا استاذ بدري يعني ما هو اهالي بورسعيد دول مصريين، ومعروف عنهم تقديم الدماء وبورسعيد الباسله. انا اللي هتكلم على تاريخ بورسعيد. فاذا مصلحه الوطن في الاخر يا استاذ معتز. ايوه، في تظلم، التظلم دستوري وقانوني. في حتى عايزين التظلم كمان، ما نقدمش تظلم. ده تظلم يقبل او لا يقبل؟ لا، من حقك تقدم، من حقك تقدم، بس ومن حق الاهالي ان هم يقدموا. بس الحاجه الوحيده يا استاذ فرغالي، مساله انه ايه، ما تبقاش في رساله ان لو لم يقبل هذا التظلم افضلوا زعلانين وافضلوا محتقنين وافضلوا غاضبين. على فكره انا ضد اللي حصل في استاد بورسعيد، وانا ضد المجزره اللي تمت، وانا بادينا هبشه وادين كل من ارتبوها. لكن يا استاذ معتز، في شيء اسمه الموانئ، في حاجه اسمها الموانئ. وانا بقول لك افرج على العشره الاعدام، انا ما بقولكش كده. في اشغال شقه مؤبده، انا بقول في تظلم هيتقدم طبقا للدستور والقانون، تظلم. تمام. من الاعدام لرئيس الجمهوريه. تمام. هو اصلا عنده قرار. والله والله لو في اطار الدستور والقانون يبقى ما فيش مشكله عند اي حد. عايز اخد منك تعقيب على المشهد اللي شفناه امبارح، ان النادي المصري بيلعب لاول مره منذ سنوات طويله بحضور جماهير وجماهير بالالاف، وكنتوا مطالبين بهذا، والحمد لله يعني انه طبعا يعني ربنا وفقهم وعملوا نتيجه كويسه وتاهلوا للدور اللي جاي في البطوله الافريقيه. فيا ترى كان ردك ايه، او كان شعورك ايه؟ شعور زي شعور كل المصريين. انا شعوري طبعا لما فريق مصري شايل اسم مصر وبيلعب مع فريق اجنبي، كل مشاعر الشعب المصري كانت مع الفريق المصري، ان حال ان انت بتلعب دوله اجنبيه. بس انا بتكلم على حضور الجمهور لاول مره من زمن. الجمهور رفع لافتات، الجمهور رفع لافتات، حي النادي الاهلي.
وحيا شباب الاهلي وحيا النادي المصري حيا الاثنين والشهداء والشهداء الاهلي والشهداء بورسعيد والزمالك. هو ده الجمهور المستنير، جمهور عظيم، وهو ده اللي احنا يعني اللي احنا متوقعينه، وتصرف محترم جدا، لان هو ده اللي واخدنا في السكه اللي بتكلم حضرتك عليها. لم الشمل، رقب الصدع، خلاص مفيش وقت للخلاف تاني، خلاص احنا نقطه ومن اول السطر. طب نطلع قرار بالموضوع ده؟ ما ينفعش يا استاذ يا استاذ معتز، لابد من الموالاه. احنا الان في حكم الرئيس، احنا الان في سلطاته. ماشي، هنلجا حضرتك قلت هنلجا للدستور والقانون، ولا صوت يعلو فوق صوت الدستور، وانا معاك، لان احنا بلد قانون ومؤسسات، او هكذا نتمنى ان تكون مصر في المستقبل ان شاء الله. بشكرك على المداخله، الحقيقه راجل وطني جدا وغيور على اهل بورسعيد وعلى المصلحه الوطنيه بشكل عام، ومفيش مشكلة انه الجماعة اللي واخدين الاعدام يروحوا يتظلموا، اذا كان هذا يعني بيكون بموجب حق ليهم مكفول لاي مواطن بيكفلوا له الدستور والقانون، والوحيد القادر على انه يقبل التظلم او لا يقبل التظلم برضو بموجب الدستور هو رئيس الدولة. واستاذ بدري فرغاري يعني طرح هذه الفكرة، والافكار تقبل في بعض الاحيان وترفض في احيان اخرى، وشايف انا ان احنا النهارده نقطه ومن اول السطر، وبكره مشهد جديد، احنا امام يعني حكم نهائي بات في 74 اسره كانوا قاعدين منتظرينهم بقالوا حوالي 5 سنوات، قاعدين زي مدام جميله اللي احنا اتكلمنا معاها من شويه، والده انس الله يرحمه ويحسن اليه، وفي ناس في بورسعيد ماتت زي ما قال الاستاذ بدري فرغالي، دي كان في احداث سجن بورسعيد 53 واحد، ده موضوع طبعا يعني مختلف، بس الكل بيقدم ضحايا والكل بيقدم شهداء، والمصريين يعني بيقدموا ده لبلدهم مش لحد تاني. الاحساس بالظلم احساس وحش جدا وسلبي جدا، وما ينفعش انك انت تفضل طول عمرك حاسس انك انت مظلوم. ولذلك النهارده اهالي ضحايا مذبحة بورسعيد كانوا بيحتفلوا وكانوا بيرددوا الهتافات، وكانوا يشعروا بان اخيرا الـ 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 القصاص اتحقق. يمكن الفرحة المرة دي يعني ممزوجة بالمرارة، لانه اللي راح مش جاي، خلاص انتهينا، انس مش راجع، رحمة الله عليه، ربنا يا رب يجعل يعني مسواهم الجنة جميعا. انما احنا لازم ننظر لبكرة، ننظر للمستقبل، ونضع هذا الملف وهذه القضية وراء ظهرنا تماما، ونبدأ صفحة جديدة، لأن دي مسؤولية كبيرة على النادي الأهلي وعلى النادي المصري وعلى الجمهور. يعني رؤساء الأندية لازم يبقى فيه لهجة من التقارب واللم الشمل، يبقى فيه زيارات هنا وهنا، لأنه مش هينفع أن احنا نستمر، احنا عايزين نشوف دوري، عايزين نشوف كورة. ما شاء الله النادي المصري يعني بيأدي أداء عالي جدا من الناحية الفنية، ومع الكابتن حسام حسن والفريق المعاون له أو الجهاز الفني، ربنا إن شاء الله معانا جميعا، ونشوف أخبار كويسة في هذا المجال.